من برا زبطناها منيح ومن جوا عملنا اللي بنقدر عليه، وما بعرف اذا بتقدروا تسكنوا فيه هيك. استني بنتي رح سكر لك الزرع. تفضل اخي، هذا المبلغ اللي اتفقنا عليه انا وياك، والله يعطيك العافيه. اخي الكابلات كلها محروقه، يعني لا كهرباء ولا غاز، يعني بدك تنسى الكهرباء والتدفئه. يلا بعرف لازم نهد الحيطان ونمدد كهرباء وغاز من اول وجديد، مو هيك؟ ايه طبيعي معلم. اخي ما بتعملون انت وببقى بوفيك حقك بالتقسيط؟ اخي والله ما بتزبط. ولا يهمك، شو بدنا نعمل؟ نصيب، اكيد بكره منلاقي حل. على القليله من برا صار منظره منيح، ما هيك؟ يسلموا ايديك. الله يسلمك يا اخي. ياسمين بدنا نظبط امورنا ببيت الفرع هالفتره. انت روح، انا بدي اخذ نازلي وروح على بيت امي، وانت رح يصير يلي بدك اياه، صار فيك تنام وتفيق بالشغل تبعك. ياسمين حاج تحكي هيك، صحتكن هلا اهم شيء، وطول ما انت معي رح نقدر نحلها. بسببك انت هالمصايب عم تنزل فوق راسنا ورا بعض، وفوق هذا كله بتقلي عدي ونبصي وانه رح نخلص من المشاكل تبعنا كلها. شو نحن محرم علينا نعيش مثل العالم والخلق يا رجال؟ أنا شغلي هو إنه صلح اللي بتقريه وبتشوفيه بالجرايد والتلفزيونات، وشغلي بده تعب يا خانو. إيه مزبوط، البلاوي والمصايب، ونحن كمان رح ناخد نصيبنا منها. يلا بنتي يلا. دولة يلي بتوثق فيها، إذا ما رح تأمن لنا بيت نتقاوى فيه، نحن مضطرين إنه ندبر أمورنا لحالنا. أنتي لا تاكلي هم ولا تقلقي، الأسبوع الجاي البيت رح يرجع أحسن من قبل إن شاء الله. رح أخذ لي كم شغلة من البيت ورح روح على بيت أمي صالح. هلأ أنت كمان ما فيك تمنعني، وأنا حامل وحالتي حالة، صدقني ما رح أقدر ضل ساكنة بهذا بيت الفرع تبعك. لك فهمني بقى يا فهمني. تعي بنتي يلا فوتي.